بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بمناسبة تعيين سموه وليا للعهد، داعيا الله عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يوفق سموه في كل ما يحقق مزيدا من التطور والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.